السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. وفي الفيديو ده هنقول على 10 طرق للربح من الإنترنت، 10 طرق صحيحة. بعض الطرق اللي هنذكرها مش محتاجة أي راس مال، وبعضها بسيط جدا وسهل جدا، والبعض الآخر ممكن يكون محتاج راس مال ومحتاج إنك تتعلم بعض الأمور، لكن مربح جدا. ده اللي هنشوفه في الفيديو ده، كل الطرق اللي هنعرضها طرق صحيحة 100%. قد تكون سمعت عن بعض هذه الطرق اللي هنذكرها، وقد تجد بعض الطرق الجديدة، حتى الطرق اللي ممكن تكون سمعت عنها ان شاء الله هنقول لك هنا معلومات جديدة عنها بإذن الله تعالى، وأعرفك ازاي تقدر تبدأ فيها وتنجح فيها ان شاء الله. يلا بينا ونبدأ. لسه ما شرفتناش بالاشتراك في القناة، يا ريت تشرفنا بالاشتراك دلوقتي، وكمان تفعل الجرس عشان توصلك فيديوهات قيمة جدا. الطريقة رقم 10 هي انك تبيع الخدمات المصغرة على موقع خمسات. موقع خمسات هو موقع مخصص للخدمات المصغرة، يعني الأفراد والشركات من كل الدول العربية لما حد بيحتاج منهم خدمات صغيرة، خدمات بسيطة، ممكن يطلب الخدمة من خلال موقع خمسات، فيقوم بعمل الخدمة شخص بيعرف يؤدي هذه المهمة مقابل أموال بتكون عادة بتبدأ من 5 دولار لكل خدمة، عشان كده اسم الموقع خمسات. الخدمات اللي ممكن تعرضها على موقع زي خمسات، أو خلينا نقول أكتر الخدمات طلبا، هي خدمات الويب ديفلوبمنت وخدمات الجرافيك ديزاين بكل بقى ما تشمله الكلمة من معنى. يعني الويب ديفلوبمنت ده شامل تطوير المواقع وتصميم القوالب وأمور كثيرة. الجرافيك ديزاين شامل تصميم الشعارات وتصميم البانرات، تصميم الصور، تصميم الفلايرز مثلا، كل الأمور دي. وخدمات التسويق الإلكتروني برضو بمختلف أنواعها، دي الخدمات الأكثر طلبا، وهتلاقي خدمات أخرى زي خدمات الترجمة مثلا وخدمات التدوين وخدمات كثير كتير جدا جدا جدا. ادخل على موقع خمسات واستعرض الخدمات وشوف ايه هي المهارة اللي انت ممكن تقدمها، او ايه هي الخدمة اللي ممكن تقدمها. لو ما عندكش اي خبرة بشيء معين وما انتش متقن لشيء، اولا انصحك انك تختار مجال معين وتتخصص فيه وتتقنه وتبدأ تتعلمه، لان ده هيفيدك بشكل عام. لكن برضو في بعض الخدمات اللي ممكن توفرها على موقع زي خمسات اللي تقريبا ما بتحتاجش اي مهارات، زي على سبيل المثال خدمات ادخال البيانات، ودي ما بتحتاجش منك اكتر من وقتك. ولو انت متقن للغة الانجليزية فهيكون عندك فرصة اكبر كمان انك تعرض كمان خدماتك دي على موقع تاني، وهو موقع فايفر. فايفر هو زي موقع خمسات بالظبط، الا انه موقع عالمي، وبالتالي هتلاقي ناس وشركات من كل انحاء العالم بتطلب خدمات من على هذا الموقع، وكذلك افراد من كل انحاء العالم بتعرض خدماتها على هذا الموقع. الميزة في موقع فايفر لو انت متقن للغة الانجليزية انك في الغالب هتقدر تحقق ارباح اكبر. بيع الخدمات المصغرة مش شيء ممكن يخليك غني، او من النادر ان هو يحقق دخل كبير بما يكفي انه يخليك مثلا ما تحتاجش الى وظيفة. في بعض الاحيان ده بيحصل، لكن مش ده دائم، الا انه شيء جيد جدا لانك تقدر تبدأه بدون راس مال وتبدأه فورا. كل ما عليك هو تسجيل فقط تسجيل حسابك كبائع على هذه المواقع والبدء في عرض خدماتك، وكل ما تحاول تميز نفسك في الخدمات اللي انت بتقدمها وتتقن تنفيذها وتحصل على العميل الاولاني وتحصل على تقييم مرتفع للخدمة بتاعتك، وكل ما تمشي في الموضوع بهذا الشكل ان شاء الله هتبدأ تحقق نتائج كويسة. لكن زي ما ذكرنا ما هوش الشيء اللي ممكن يعمل لك يخليك غني او يعمل لك دخل كبير ودائم لدرجة انك ما تحتاجش مثلا الوظائف. دي كانت الطريقة رقم 10. الطريقة رقم 9 معانا هي انك تعمل كفريلانسر. اهم واشهر موقعين ممكن تشتغل من خلالهم كفريلانسر هو موقع Upwork، وهو الاكبر على الاطلاق، والموقع الثاني هو موقع freelancer.com. دول افضل موقعين ممكن تعرض عليهم خدماتك كفري لانسر. والفرق ما بين بيع الخدمات المصغرة والعمل كفري لانسر انك في حالة العمل كفري لانسر بتتحاسب بالساعة، يعني بيكون في شركة او شخص عايز حد يعمل له خدمة بشكل في نوع من الاستمرار، وبالتالي بتكون المحاسبة بالساعة. تقدر تحصل على كل ساعة عمل من 6 دولار او 5 دولار لكل ساعة لحد 30 و40 دولار في الساعة، يعتمد طبعا على مدى قدرتك واتقانك لمهارة معينة، وازاي هتقدم هذه المهارة باحترافية شديدة للعملاء اللي من كل انحاء العالم.
طبعا لو هتعمل في هذا المجال كفريلانسر على احد هذه المواقع، من الضروري جدا او شرط اساسي انك تكون متقن جدا للغة الانجليزية، وده شيء في منتهى الاهمية. وانصحك لو انت مهتم بحاجة زي كده وما عندكش لغة انجليزية، ابدأ اتعلم اللغة الانجليزية، هي هتفيدك في كل شيء مش بس في حاجة زي كده. العمل على مواقع زي فريلانسر ممكن يحقق لك دخل ثابت الى حد كبير جدا ومستمر، الا انه بيكون محدود بعدد ساعات العمل اللي انت تقدر تقدمها، ومحدود بقدرتك على اقناع الترين اللي هم بيطلبوا خدمات او بيطلبوا موظفين على هذه المواقع بقدرتك على تقديم الخدمة دي. وبكده لو انت اتقنت الموضوع واجتهدت فيه تقدر تحصل باذن الله وتحقق دخل ممتاز جدا، ممكن يغنيك حتى عن الوظائف ويكون ده عملك الدائم. الطريقتين اللي احنا شرحناهم دلوقتي دول بيجيبوا لك دخل من نوع اسمه Active Income، يعني دخل إيجابي، بمعنى انك بتكون بتقدم شغل وبتحصل مقابل الشغل ده مباشرة على أموال، يعني بتبيع وقتك مقابل أموال، ده نقدر نسميه كده You are trading your time with money. تمام كده، فده النوع اللي اسمه Active Income. نيجي بقى نتكلم في الثمان طرق اللي جايين، ودول كلهم هيكون من نوع Passive Income، يعني تقدر تحقق مردود مستمر. والعمل الكتير بيكون في البداية، وبعد كده عملك بيكون نوع من بيكون كل عملك هو تطوير لمشروعك والعمل على تحسينه وانك تخليه افضل وافضل، وبالتالي بيفضل يزيد الدخل اللي انت بتحققه من هذا المشروع. يعني الباسيف انكم هو ببساطة انك بتعمل مشروع او بزنس على الانترنت، اما الاكتيف انكم انك بتعمل على الانترنت شيء شبه الوظائف. وصلت الفكرة؟ نكمل ونقول الطريقة رقم 8. الطريقة رقم 8 هي بيع المنتجات على موقع سوق.com، وبنقول موقع سوق.com لاننا بنتكلم في العالم العربي. ممكن تطبيق طريقة بيع المنتجات على الماركت بليسز وتبيع منتجات على موقع زي امازون من خلال برنامج اسمه امازون FBA، لكن انا لا انصح بهذا النوع من العمل الا اذا كنت مقيم في الولايات المتحدة الامريكية او بتقدر تروح بشكل مستمر هناك. ان شاء الله ممكن نسرد فيديو نوضح فيه هذا الامر. فاحنا هنا بنتكلم عن بيع المنتجات على موقع سوق.com او الماركت بليسز المحلية، زي مثلا في مصر موقع جوميا، وفي مواقع اخرى زي نون وغيره من المواقع اكيد حضراتكم عارفينها. ومن خلال المشروع ده زي ده انت ممكن تحقق دخل كبير جدا ومستمر، والمطلوب منك في هذا المشروع هو ان يكون عندك قدرة على الحصول على منتجات، يعني عندك مخزون ولو صغير وبسيط جدا من منتجات، ولو كان مخزون من منتج واحد فقط، وتقدر تبدأ في عرض المنتجات دي على موقع سوق، وموقع سوق بيتولى عرض وبيع وشحن وتوصيل هذه المنتجات نيابة عنك. وبالتالي فهي طريقة ممتازة جدا. الشيء السلبي في هذه الطريقة هو انك ما بتبنيش براند نيم، يعني بالبلدي ما بتعملش زبون وما بتعملش اسم تجاري من خلال التجارة اللي انت بتعملها، لانك بتعملها من خلال موقع تاني وهو اللي بيكون ظاهر في الصورة، والعميل بيكون عارف انه اشترى المنتج ده من موقع سوق.com. يعني لما حد يسأله جبت ده منين بيقول له جبته من موقع سوق.com، مش هيذكر اسم البائع، الا انها برضو طريقة ممتازة ممكن تعمل منها دخل جيد. الطريقة رقم 7، وهي نفس الطريقة اللي فاتت، هي انك تبيع منتجات بس على متجرك الالكتروني الخاص، يعني تعمل متجر الكتروني خاص بيك وتبيع من عليه المنتجات. طبعا في الحالة دي هتبقى مسؤول عن توصيل وشحن المنتجات وكل الامور دي، الا ان من ناحية تانية هتحصل على كل الكريدت، بمعنى ان انت هتبقى بتبني اسم تجاري وهتبقى بتبني قاعدة بيانات من العملاء، ولما حد هيشتري منك حاجة وحد يسأله جابها منين هيقول انه اشتراها من موقع كذا، ولما هيعرض ده على السوشيال ميديا وهيعمل شير للمنتج هيشير الموقع بتاعك، وكل دي امور بتخليك تبقى بدأت بزنس حقيقي ممكن يكبر وينمو بشكل كبير. الطريقة رقم 6، انك تعمل دروب شيبينج من خلال موقع اي باي. كلنا عارفين اكيد موقع اي باي، المتجر الالكتروني الشهير. لو ما تعرفش يعني ايه دروب شيبينج راجع الفيديوهات التانية اللي موجودة في القناة، هتلاقي اكتر من فيديو بيتكلموا عن دروب شيبينج وبيشرحوا لك ايه معناه. وباختصار شديد الدروب شيبينج هو انك بتضيف منتجات من موردين، زي مثلا موقع علي اكسبرس، وفي الحالة بتاعتنا دي هتضيف المنتجات على موقع اي باي، ولما تحصل عملية شراء هتقوم بطلب المنتج من موقع المورد، بس هتضيف عنوان العميل اللي اشترى المنتج، وبالتالي موقع علي اكسبرس اللي هو المورد هيوصل المنتج مباشرة الى العميل، وانت هتحتفظ بهامش ربح انت هتحدده. يعني اذا كان المنتج عند على موقع علي اكسبرس ثمنه مثلا 10 دولار، فانت ممكن تحطه على موقع اي باي ب 20 دولار، ولما تتم عملية الشراء هتحصل انت على ربح 10 دولار من كل عملية بيع.
ودي طريقة برضو ممتازة وجيدة جدا جدا، إلا إن فيها نفس العيب بتاع البيع على الماركت بليسز، هو إنك ما بتعملش كريدت لنفسك، يعني ما بتبنيش اسم تجاري. أنا شخصيا لا أفضل الطرق دي جدا إلا إنها طرق صحيحة وبالتالي لازم نذكرها. نيجي بقى للطريقة رقم 5. لو انت محترف في شيء معين وعندك فيه اتقان شديد وفهمه بشكل قوي جدا، ممكن تبدأ تعمل اونلاين كورسز، يعني تسجل مجموعة من الفيديوهات بشكل متسلسل وتشرح فيها هذا الامر بشكل تفصيلي وقوي وعميق، وتبدأ في رفع الكورس ده على موقع يوديمي. بعد ما ترفع الكورس على موقع يوديمي، بيبدأ موقع يوديمي في تسويق كل الكورسز اللي موجودة عنده، وبتبدأ تحصل على ربح من كل ما الكورس بتاعك بيتباع. ودي طريقة ممتازة وجيدة جدا، إلا أنها بتتطلب بالضرورة أنك تكون على خبرة شديدة بشيء معين، زي مثلا البرمجة أو جرافيك ديزاين أو الفيديو إيديتنج أو التسويق الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية أو حتى الفتنس والرياضة وبناء الأجسام. كل دي أمور أنت ممكن تعملها في شكل كورس، بشرط أنك تكون متقن ومحترف ليها بالفعل عشان الكورس بتاعك ينجح بإذن الله. الطريقة رقم 4 هي انك تبدأ قناة على اليوتيوب. الميزة الرائعة في اليوتيوب هو انك بتقدر تحقق اكتر من مصدر ربح من قناة اليوتيوب، يعني تقدر تكسب من اعلانات اللي بتظهر على الفيديوهات بتاعتك، فده بيكون مصدر للربح، واللي ممكن تكسبه من حاجة زي كده امر مش ثابت، يعني في بعض الناس اللي ممكن تكسب من كل 1000 مشاهدة $0.5، والبعض الاخر اللي ممكن يكسب من كل 1000 مشاهدة $3 و$4. الامر مرتبط بعوامل كثيرة كنا عرضناها في فيديو سابق، ممكن ترجع له برضو موجود في القناة، تلاقي دايما رابط تحت الفيديو هيودي حضرتك لأمور متعلقة بالموضوع اللي بنتكلم عنه. الطريقة الثانية اللي تقدر تكسب بيها من خلال قناة اليوتيوب هو انك تسوق كمان لمنتجات من خلال رابط افليت. والافليت يعني انك والافليت هو التسويق بالعمولة، يعني شركات من كل حتة في العالم بتبقى عندها منتجات او خدمات، ولو حضرتك ارسلت للموقع بتاعهم زيارات من خلال الرابط بتاعك وحصل وتمت عمليات شراء، حضرتك بتحصل على عمولة، واحيانا العمولات دي بتكون مجزاة جدا. والميزة الرائعة في موضوع قناة اليوتيوب هو انه ما بيحتاجش طبعا راس مال، وهو هيجيب لك باسيف انكم، يعني دخل مستمر، لانك بتعمل الفيديو وبيفضل الفيديو يعمل مشاهدات ويدر ربح عليك طول الوقت. البعض هنا بيبقى عنده مشكلة في موضوع اليوتيوب، اللي هو بيقول انا عندي خجل ان انا اطلع قدام الكاميرا، مش ما عنديش القدرة على الكلام والأمور اللي من النوع ده. والموضوع ببساطة هو انك مش لازم تظهر بنفسك علشان تعمل قناة على اليوتيوب، ممكن تستخدم سكرين كاست، اسلوب السكرين كاست، يعني تريكورد السكرين بتاعتك او الشاشة وتعمل برزنتيشن بالباوربوينت، وتبقى بتتكلم من وراء الشاشة والعرض وتعرض اللي موجود على الشاشة وتشرح اي امور، او تجيب فيديوهات معينة من نوع اللي ما فيهاش كوبي رايتس، ما فيهاش مشكلة في الكوبي رايتس، وتبدأ تجمع هذه الفيديوهات وتقطعها وتجمعها مع بعض وتعمل بيها محتوى، او انك تحاول تجتهد وتحاول تظهر بنفسك قدام الكاميرا وتتكلم، لان ده هيساعدك كتير في انتشار القناة بتاعتك. طريقة رقم 3 هي الدروب شيبينج، بس من على متجرك الالكتروني الخاص. فاكرين الدروب شيبينج اللي اتكلمنا عنه من خلال اي باي؟ تقدر تعمل نفس المشروع بس تبيع المنتجات دي من على متجرك الالكتروني الخاص، يعني بتعمل متجر الكتروني باسم او باسم دومين من ابتكارك انت بتختاره وتملكه، وبكده لما بتحصل المبيعات بتحصل على كل الفائدة وبيبقى عندك قاعدة عملاء وكل الامور اللي ذكرناها، وده من افضل واقوى المشاريع. هتلاقي كتير من الفيديوز اللي موجودة في القناة بتوضح لك امور كثيرة عن الدروب شيبينج وازاي تعمله وازاي تنجح فيه، شوف هذه الفيديوهات عشان تعرف اكتر عن الموضوع الرائع ده. الحاجة الوحيدة اللي ممكن نذكرها هنا سريعا، ان مؤخرا بقى صعب انك تعمل دروب شيبينج ويكون السوق المستهدفة هي دولة عربية، يعني انك تبيع المنتجات في دولة عربية زي مصر او السعودية او لاسباب عديدة، هو ان وقت الشحن بقى اطول بكتير من الاول، وكمان بقت في مشاكل بتحصل في موضوع الجمارك، وبالتالي بيكون الافضل دايما لما يكون المورد بتاعك هو موقع علي اكسبرس او المواقع اللي زيه، هو انك تستهدف اسواق اجنبية زي الولايات المتحدة او استراليا او كندا وغيره من الدول.
ولو عاوز تستهدف دولة عربية فهتلاقي برضو بعض الحلول زي موقع قنوات اللي مرتبط حاليا دلوقتي بـ Expand Cart، وده موقع بيوفر منتجات تركية، منتجات من نوع الموضة يعني ملابس وخلافه، تقدر تبيعها داخل العالم العربي بأسلوب الدروب شيبينج، وجاري العمل على إيجاد المزيد من الموردين اللي تقدر تستخدمهم لبيع المنتجات داخل الدول العربية بشكل سهل. هتلاقي برضو في الرابط اللي موجود تحت الفيديو المزيد عن كل الأمور اللي أنا بذكرها لك. الطريقة رقم 2، إنك تبدأ وكالتك الخاصة للتسويق الإلكتروني، الموضوع اللي اتكلمنا عنه في الفيديو السابق في القناة، وده من المشاريع المربحة جدا والممتازة جدا لأنه ما بيحتاجش أي رأس مال خالص. يعني مثلا الدروب شيبينج هتحتاج فيه رأس مال، لكن المشروع زي ده مش هتحتاج فيه أي رأس مال، مش محتاج غير انك تكون على علم بموضوع التسويق الالكتروني وتكتسب بعض مهارات البيع عشان تقدر تبيع الخدمات بتاعتك. ده كل القوام اللي انت محتاجه عشان تعمل مشروع زي ده، ممكن تدر بيه عليك دخل يوصل لخمس وعشر تلاف دولار شهريا. وايوه الارقام دي حقيقية، 100% 100% 100% 100%. الموضوع كله هو انك تكون مجتهد وزي ما قلنا تتعلم بالفعل مهارات التسويق الالكتروني بشكل جيد، ودي مهارات تقدر تتعلمها في أقل من شهر، وإنك تتعلم برضو مهارات البيع، ودي برضو مهارات تقدر تكتسبها وتتعلمها، ومن هنا تقدر تعمل مشروع يبدأ صغير ويكبر بشكل سريع جدا ويوصل لأرقام كبيرة جدا. طبعا فكرة إنك تعمل وكالة تسويق أو وكالة تسويق إلكتروني دي فكرة قديمة وموجودة من زمن، إلا إن الجديد اللي طرحه شخص اسمه تاي لوبيز هو إن أي شخص عادي ممكن يبدأ هذا البيزنس من غير ما يحتاج لأي مصاريف. يعني لا انت محتاج مكتب ولا موظفين ولا راس مال ولا اي حاجة، مجهودك وعلمك واجتهاد وشوية مهارات بيع يبقى عندك وكالة تسويق الكتروني. نيجي بقى للطريقة المفضلة عندي، طريقة رقم 1، التدوين والسوشيال ميديا براندنج، شرحناها في اكتر من فيديو، ودي الطريقة المفضلة، وهي مش مجرد طريقة، هي اسلوب عمل، وهي ببساطة هي انك تبدأ تعمل اسم او براند نيم على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني تختار موقع من مواقع التواصل الاجتماعي يكون هو الموقع الاساسي، يعني مثلا في حالتي انا مختار موقع اليوتيوب، وتعمل نفس الاسم دوت تستخدمه تعمل بيه حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى زي الفيسبوك وتويتر وغيره، وتبدأ في نشر محتوى ممتاز وجيد قدر استطاعتك في مجال معين في نيش ماركت معين، وبكده بيبدأ يبقى عندك جمهور ومتابعين، ناس مهتمة وبتتابع المحتوى بتاعك. أول ما بيبقى عندك هذا الجمهور بتقدر تدر على نفسك 4 مصادر مختلفة للربح، وبتقدر تحقق أرباح كبيرة جدا. أنا عرضت نموذج من الأرباح اللي أنا قدرت أحققها من تطبيق المشروع ده في فيديو سابق، واللي كانت أكتر من 47 ألف دولار في العام السابق 2018، والوضع أفضل كتير كمان في عام 2019 والحمد لله. عشان موضوع التدوين والسوشيال ميديا براندنج ده يبقى صحيح، لازم كمان يكون في موقع ومدونة عشان تقدر تستخدم هذا الموقع في الترويج لمنتجات وزيادة الأرباح كمان من الإعلانات. إيه هما بقى ال4 مصادر للربح اللي ممكن تعملهم من مشروع زي ده؟ واحد هي طبعا الإعلانات AdSense اللي هتظهر على فيديوهات اليوتيوب بتاعتك وهتظهر داخل المدونة وهتدر عليك ربح باسيف مستمر ودائم. مصدر الربح الثاني هو انك ممكن تروج لمنتجات عبر روابط افليت من خلال نفس الموضوع، يعني من خلال نفس صفحات التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب والمدونة بتاعتك، تقدر تبدأ تروج عن منتجات او خدمات من خلال روابط الافليت. مصدر الربح الثالث هو انك تقدر تبيع خدمة او منتج خاص بيك انت، يعني لو عندك خدمة او منتج او مشروع انت حابب تروج اليه، دي من افضل واقوى الطرق اللي ممكن تروج بيها لمشروعك. واخيرا لما المحتوى بتاعك بيكون قوي بما يكفي وعدد المتابعين بتوعك بيكتر بما يكفي، بتقدر تعمل ما يسمى بالسبونسورشيب، يعني شركات بتعرض عليك انها تسبونسر القناة بتاعتك على اليوتيوب وحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني تدفع لك فلوس مقابل ذكر اسمها او عرض الشعار او الكلام عن منتجاتها او خدماتها وامور كثيرة من خلال القنوات بتاعتك، ودي بتكون فلوس كتيرة جدا، ما هياش فلوس بسيطة. وبكده بيبقى عندك من مشروع واحد ومجهود واحد 4 مصادر للربح. عشان تعرف اكتر عن الموضوع ده شوف برضو الرابط اللي موجود تحت الفيديو، وشوف الفيديوهات اللي موجودة
في القناة. ما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير عشان الكل يستفيد، ولو لسه ما شرفتناش بالاشتراك في القناة ياريت تشرفنا دلوقتي بالاشتراك، وكمان تفعل الجرس، ومرة تانية شير ولايك عشان الكل يستفيد. ولو عندك اي سؤال سيبهولنا في التعليقات، ونشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.